وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم. هنبدأ معاكم إن شاء الله الجزء الثاني من القوانين الفيزياء والأمثلة المباشرة عليها ولكن فيها أفكار. مباشرة يعني إيه؟ يعني من نفس القوانين اللي عندنا هنبدأ نحل المسائل بسهولة. يبقى ما يكون عند القوانين نقدر نظبطها بقى كده مع المسائل إن شاء الله. انا عندي العنوان اسمه معامل الانكسار. معامل الانكسار في عندي نوعين زي ما انتم عارفين، معامل الانكسار النسبي ومعامل الانكسار المطلق. نبدا بالنسبه الاول. انا عندي قوانين النسبي واضحه جدا في الشاشه اهيت في الكاميرا. انا عندي معامل الانكسار النسبي من 1 ل 2 بتساوي 1 على 2 ان 1 مع كوسين. ليه؟ لان انا لما باجي بكتب رقم 2 على رقم 1، ان 2 على ان 1 بتساوي في 1 على في 2 بتساوي ساين فاي على ساين سيتا. قوانين مهمة جدا. ما زلنا في كلمة يساوي، بيساوي سرعة الضوء في الهواء اللي هي حرف زي ما انتم عارفين على في بتساوي الان. كله ده بيساوي وبيساوي كمان ساين في سي دي. ساين فاي سي اللي هي زاوية الحركة. قانون سنيل مهم جدا. المعامل الانكسار بتاع الوسط الاول اللي هو الاكثر كثافة مضروبة في الساين فاي زاوية السقوط بيساوي معامل الانكسار التاني اللي هو في الاقل وسط مضروبة في في ساين سيتا. عندنا مسألة مهمة جدا، مسألة مباشرة. الشكل المقابل اذا كانت سرعة 1 في 1 على في 2 بتساوي 73 من 100، احسب الزاوية الحرجة. احسب الزاوية الحرجة. طبعا اعطيكم فرصة، انا شايل الحل طبعا لان انا كنت احللها، وده المفروض ما كنتش اقول الكلام ده، انا كنت احللها بس قطعته او فصلت الحل ان شاء الله عشان اديكم فرصة ونبدأ نشوف الحل مباشرة الحلقة القادمة ان شاء الله. فطبعا هسيب لكم فرصة يوم تحلهم وتفكروا ان شاء الله مع بعض، ونتواصل سويا ونبعت الاجابات على الواتس ان شاء الله ونزود الكومنتات. الناس اللي مشتركتش معانا في قناتنا تشترك، مصطفى رجب خبير العلوم في القناة، ونضغط على الجرس ونختار الكل عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله، وحاجة تشجعنا كده برضو عشان يسهل التواصل بيننا وبينكم. المسألة التانية، وسطان شفافان سرعة الضوء في الأول 2 في 10 أس 8 متر على الثانية، وسرعة الضوء في الوسط الثاني 2 و 4 من 10 في 10 أس 8، فإن النسبة بين جيب الزاوية الحرجة للوسط الأول إلى الثاني ساين فاي سي 1 على ساين فاي سي 2، أي من الأرقام الواضحة عندكم وباينة عندكم أهيت عشان الوقت. طيب مسألة برضو أخرى، إذا كانت الزاوية الحرجة لشعاع ضوئي، مركز لها الزاوية الحرجة لأنها موجودة ضمن القوانين عندنا فوق ولسه هنتكلم عنها كمان إن شاء الله. إذا كانت الزاوية الحرجة لشعاع ضوئي عندما ينتقل من وسط معامل انكساره 1.72 من 100، الوسط الثاني هي 55 درجة، فيكون معامل انكسار مادة الوسط اي الحل طبعا هنحاول نشوف معامل مادة الوسط هتطلع نيجي المسألة التالتة، المسألة رقم 3. هنقول مسألة رقم 3، اذا كان معامل الانكسار النسبي من الوسط الى الوسط ب 1 على جذر 2، فان زاوية السقوط التي تجعل الشعاع يخرج مماسا، خدوا بالكم من الحتة دي، للسطح الفاصل تساوي نقط اي من الارقام الواضحة عندنا هنا. نيجي في الجانب الاخر في القوانين اللي احنا ملخصينها معا، هنيجي نقول معامل الانكسار المطلق ان بيساوي سي على في سي على في. الكلام ده يا جماعة مهم، نحاول برضو نكتبه كده ونجمعه معانا ان شاء الله عشان يبقى سند قانوني لنا ان احنا نفكر في المسائل ازاي. معامل الانكسار المطلق بيساوي سرعة الضوء في الهواء وهي معروفة 3 في 10 أس 8 متر على الثانية، وهنا فيه سرعة أي وسط آخر بيساوي ساين فاي على ساين سيتا. طب تعالوا بقى، معامل الانكسار المطلق دي مهمة جدا 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 خاصة في المنشور الزجاجي. ليه؟ لأن في وسطين هواء وزجاج،
خلاص يبقى ان بتساوي ساين فاي 1 هواء على ساين فا على ساين سيتا ايه زجاج. طب اما اجي بقى الوجه الاخر من المنشور يبقى هعكس، هجيب من الهواء اللي هو الاقل كثافه الى ساين ايه فاي 2 اللي هي زاويه ايه السقوط الثاني. تعالوا بقى المنشور العاكس. منشور العاكس له صفات يا جماعه. منشور العاكس مش اي حاجه، مش اي كلام. اولا منشور قائم الزاويه، ادي رقم 1. رقم 2 متساوي الاضلاع، متساوي الضلعين، الضلعين اللي عندي متساوي زاويه القاعده 45 و45. يبقى تغيير المسار بمقدار 90 متى؟ حينما يسقط الضوء على احد اوجه المثلث او المنشور خلاص اللي بجانب الزاويه القائمه، يعني يا هنا يا هنا، يبقى بيطلع لي زاويه قائمه في المسار، شعاع سقط كده. طب ايه اللي خلاه ينعكس كليا؟ ان زاويه السقوط عندي دهيت اكبر من الزاويه الحرجه بتاع ماده المنشور. ماده المنشور الزاويه الحرجه بتاعته تقريبا 42 ايه درجه، هي 41 وفكه، والفكه اكتر من 5 من 10، اذا بتتقرب ل 42. طب هنا زاويه السقوط كام يا جماعه؟ 45، اكبر من الزاويه الحرج، اذا سينعكس انعكاسا ايه كليا، بحيث تكون زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس. معروف ان الزاويه كلها يا جماعه كام؟ 45. اذا الشعاع سقط بهذه الصوره. طيب بيقول لي بمقدار 180 درجه. امتى؟ اذا سقط الشعاع عموديا على الوتر بتاع المنشور العاكس اللي شروطه ان تكون في زاويه قائمه، ان تكون الزاويتين التانيين متساويين، يعني متساوي الايه الضلعين، خلاص يبقى متساويه الضلعين، الضلع الثالث مش معاهم اللي هو الوتر. اذا سقط الشعاع على هذا الوتر ايه اللي هيحصل؟ بالراحه خالص وبهدوء، يبقى سقط شعاع عمودي تمام. سقط هنا دي 45، دي عموديه، يبقى دي 45. طيب الزاويه الثانيه دي 45. طب ايه اللي يحصل اذا كان زاويه السقوط اكبر من الزاويه الحرجه بتاعه الزجاج؟ اولا الزجاج عندي زاويته 42، 45 اكبر، اذا سينعكس انعكاس كلي، بحيث تكون زاويه السقوط بتساوي زاويه ايه الانعكاس. يبقى سقط كده هنعمل عمود مقام، الزوايا كلها 45، معلش مش عايزه كلام كتير يعني، دي 45 دي 45 دي 45 كلها 45، يبقى دي 45 برضو زاويه السقوط اهي اكتر من الزاويه الحرجه بتاع الزجاج. يبقى في الحاله دي ينعكس انعكاس كلي، اذا في الحاله عمل لي تغيير 90 و90 كام؟ يبقى تغيير المسار ايه؟ بقى 180 مش 90 زي دي بس. خلاص عندما تكون فاي 2، حينما تكون فاي 2 يعني زاويه السقوط الثانيه اكبر من فاي سيتا، شوف الحته المعلومه الجميله دي، فان الشعاع ينعكس انعكاس كلي، بحيث تكون زاوية السقوط بتساوي زاوية ايه؟ الانعكاس. كلام مهم جدا جدا جدا. انا عندي هنا الضوء الابيض والوان الطيف السبعة. الوان الطيف السبعة مهم جدا جدا نعرفها ونحاول نرسمها لكم رسمة حلوة كده وسهلة ان شاء الله. نتابع كده مع بعض. نبص كده المنشور الوان الطيف السبعة. نرسمها كده بصورة كبيرة شوية. طبعا المسائل دي نفكر فيها ان شاء الله ونحاول نحلها مع بعض بإذن الله، يعني بكرة نعديه، يبقى ان شاء الله يوم الجمعة بإذن الله. اذا سقط الشعاع خلاص على احد اوجه المنشور بنعمل عمود مقام. عمود مقام لازم اقول القاعدة دي المفروض يسير في خط مستقيم، لن يحدث هنا هواء هنا ايه زجاج. اذا في الحالة دي يا جماعة بيحصل ايه؟ بينكسر بطريقة ان هو يبتعد او يقترب منين؟ من العمود المقام. طيب مش ملناش علاقة بالزوايا الوقت، انا يهمني هيطلع لي ستة اشعة او ست ايه اجزاء من الضوء كده بالطريقة دي، يبقى كده 4 5 6 7، يبقى 7 الوان طالعين لي كده. يبقى اللي حصل للشعاع الاولاني هيحصل لايه؟ لست اشعه تانيه. المفروض اما يجي خارج نعمل عمود مقام ويسير في خط مستقيم ينكسر. نفس الكلام عمود مقام يسير في خط مستقيم ينكسر. نفس الكلام اهي. يبقى الوقت هنا اهوت اعمده، 7 اعمده ايه؟ موجود. اذا من خلالها بينكسر ايه؟ الشعاع الضوئي بيديني 7 الوان. ال7 الوان ديت لازم نحفظهم بالترتيب.
يبقى 1 2 3 4 5 6 7. خلاص، احمر، احمر، برتقالي، اصفر، اخضر، ازرق، بنفسجي. احنا بقى طلبة تانية ثانوي فيزياء يهمنا نعرف ان الاحمر اقل انحرافا، اقل انحرافا واقل ترددا، ولكن اكبر طول موجي، اكبر طول موجي. مهمة جدا النقطة دي. يبقى اللمدة بتاعته اكبر حاجة. طيب البنفسجي عكس الكلام ده تماما. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا عندي اقل انحرافا، اقل انحرافا واقل ترددا واكبر تاني اقل انحرافا، لا اكبر انحراف، يبقى نشيل اقل دي، يبقى عكس اللي فوق تماما. اكبر انحرافا نشيل اقل، يبقى اكبر ترددا واقل طول موجي، واقل ايه؟ طول موجي. يبقى اكبرهم في الطول الموجي الاحمر، وبيقل بيقل 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 البنفسجي. فعلا الطول الموجي بتاعه ايه؟ صغير. الطول الموجي بتاع اللمضة بتاع الاحمر اكبر ما يمكن، ودي تفيدنا في الحلقات الجاية ان شاء الله. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة ان شاء الله، احييكم والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.